بين بشار وبسكرة مسافة لا تقل عن 2000 كيلومتر قطعتها فرقة اللمة البشارية لإمتاع الجمهور البسكري في سهرة رمضانية لا تنسى. خلتنا صراحة أن نتفاعل معها ونعيش معها واحد الجو هكذا روعة. سورتو افيك حسنة البشارية كي تري تري زونسيان شانتوز كي بريزونت لا شانسون دو سود والتراث تاعنا لازم دائما يكون يعيش ولن يموت ولن يموت ابدا. هاد لما أسستها هادي عامين فرقة نسوية أسستها خاطر شت بلي كل ما نمشي نسافر البشار نمشي نحضر الحضرة ولا نشوف النساء كان كل ما وحدة تموت ما كانش الخليفة. درت هاد اللمة وين جمعنا عدة طبوع من هاد الناحية ناحية بشار، عندنا الفردة هي الناحية نتاع قناتسة، عندنا نخدموا مع نديروا الجباريات، نديروا الحضرة، نديروا الملحون ونديروا القناويل. اللمة البشارية فرقة نسوية تقطع المسافات الطوال، قناعة منها أن الحفاظ على الموروث الثقافي يقتضي التضحية.